تونس في رحلة وطن باش تسألني وتقول لي من وين نبدأ الرحلة ويزهى معها الشعر باش نجاوبها من أقصى جنوبك نبدأ وين السواعد سمر غادي البشر يتحدى قلوب عاشقة للصبر ولا فرق تلقى عنده بين العسل والمر جنوبك الغربي جنوبك الشرقي اللي معمرين البر. اليوم مانيش باش نحكي كمناشط، باش نحكي كممثل مشارك في ملحمة رحلة وطن، هذه المغناة الغنائية المتميزة اللي تحكي على تونس الجميلة. العرض هذا عرض كبير وحلو، نلقى فيه ألمع وأحلى الأصوات وأحلى الراقصين. عمل هذا اللي نحاولوا باش نوصلوا رسالة حلوة ونحاولوا باش نعطيوا إيماج حلوة على تونس الحلوة متاعنا بلادنا، من أحلى مكتب سي الحبيب محنوش ومن أروع اللي يعني النصوص اللي خدمنا عليها. العرض هذا إن شاء الله بقدرة الإله ينال الاستحسان اللي باش يشوفه. أنا تونس، أنا الشامخة طول الزمن، أنا العز لدوم راسي للسماء مرفوع يتحدى المحن، جنوبي شمالي شرقي وغربي كل شبر منهم ينبض بحبي، أنا الحاضنة بالود شعبي. موعدنا رحلة وطن 13 جانفي بمسرح الأوبرا بالمدينة الثقافية، يسرى مجدو في دور تونس. كانت هذه فكرة عن العرض ومدر وما ترويجية لأهم شارك فيها أهم الوجوه التي تؤثث هذا العرض. بحضانا سي الحبيب المحنوش، أهلا وسهلا بك. أولا مفروض الساعة نشرط عليك شرط، تفضل قبل ما نتكلم أقول لك سمعني جديدك لأني في حضرة الشاعر. لا لا مضيع، أنا منزلش نحيط القبعة متاع الشاعر المباشر. يخليك سي الحبيب، وينك الساعة؟ غايب من فترة ما شفناكش. ابداعية غاطس في رحلة وطن. طبعا أخذت مني برشا وقت، نحب نقول ليك وللسادة المشاهدين اللي عرض رحلة وطن راهو باش يكون مفاجأة حلوة برشا برشا. ندمت لأنه ما خذاش حظه من الدعاية، ندمت ما سميتوش رحلة هيفا وهبي، والله صدقني. لأن الوطن أجمل. طبعا أنا سعيد جدا اللي داري هذه داري، أنا عشت فيها ونشطت فيها 30 سنة وعملت فيها تقريبا أكثر من 3 على التلفزية وداري هي اللي اهتمت في النهاية بهذا العرض. أنا نحب نتوجه ليك بالشكر سي حبيب، كيف كيف اسمع الاسم والإدارة العامة بصفة عامة والمرفق العمومي يدوروا أن يغطي على هذه الأشياء على اهتمامهم. حقيقة نحن منذ انطلاق التمارين توا 10 أيام، معناها نتمرنوا كل يوم من تقريبا من الساعة 8 مساء، هم حاليا توا باش يبداوا التمارين إلى الساعة 2، ويتواصل التعب ويتواصل الجري لحد الصبح ونقوم بكري. وحصيلوا عرض كبير برشا رحلة وطن، وعرض مدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارات أخرى. نحب نتوجه بالشكر طبعا للسيد وزير الثقافة سي محمد زين العابدين، ده العرض مدعوم من الوزارة، لكن الوزارة ما تعطيكش تمويل، تعطيك دعم. دعم. احنا سعينا باش كملنا لناقص، معناها حاب نشكر شركة اتصالات من غير ما نسميها اللي لولاها في بداية العمل ما كنتش نجم نكمل العمل. نحب نشكر كيف كيف وزارة السياحة في العرض هذايا، معناها وقفت معايا، ونحب نشكر إدارة مسرح الأوبرا وبالخصوص يوسف لشخم مدير عام الأوبرا، وقف معنا وقفة حازمة كيف كيف السيد رئيس البرايف هناك تتم وقف معنا ويقف معنا حتى في البرايف، ونذكر سادة السيد رئيس مدير ديوان السيد وزير الثقافة كيف كيف. شكرنا برشا توا سي الحبيب، يعني حبيت نحكيو على العرض. ومن بعد نحكيو على العرض. هي رحلة وطن، رحلة في الزمان، رحلة في المكان، في ربوع الجمهورية، رحلة في الإبداع. خصوصية هذا العرض، أنا كمبدع ويقول لك ديما للمبدع دور. نعم. أنا كي نحل صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وهذا من 3 سنوات التالي، نقرأ في الفيسبوك دولة الشمال، دولة الجنوب، دولة الوسط، دولة الجهوي الساحل، الجهويات اللي كانت تهدد تونس. دوري كمبدع يلزمني نوحد بلادي، يلزمني نقول للتوانسة رانا شعب واحد،
رانا امه واحده راهي تونس تجمعنا، راهو تطويني اللي هو بن قرداني والبن قرداني هو الكافي والكافي هو السوسي. وحاولت باش نبدع من خلال هذه الفكره، فقلت لها يا شامخه طول الزمن، يا عز من يسواك من، اللي دوم راسك للسماء مرفوع يتحدى المحن، جنوبك شمالك شرقك وغربك كل شبر منهم ينبض بحبك، يا حاضنا بالود شعبك خذنا على رحلة وطن. يعني والرحلة تنطلق من أقصى جنوب تونس إلى كل شبر من تونس. معز الغربي اللي نحييه، شفنا الزميل المذيع معز الغربي موجود، شعر باش تعرف اش باش نقولوا احنا في الأوبيرات. من جملة ما باش يصير في الأوبيرات تونس اللي هي يسرى مجدوب قائمة بدور تونس، نعم، باش تسأل يعني تونس شخصية شخصية الصعب. باش تسأل القائم بدور التاريخ معز الغربي زميل الراوي أو ما يشبه الراوي، هو يمثل هو التاريخ، هو دور التاريخ باش تقول له من وين نبدأ الرحلة بعد استعراضات الأولى الكل، باش تقول له من وين نبدأ الرحلة ويزهى معها الشعر، يجاوبها يقولها من أقصى جنوبك نبدأ، وين السواعد سمر، غادي البشر يتحدى قلوب عاشقة للصبر، ولا فرق تلقى عنده بين العسل والمر، جنوبك الغربي جنوبك الشرقي اللي معمرين البر، الحر خلف حر. جميل حبيب، تابع بانتباه شديد هذه العروض مثلها يستهويك. إذا عندك سؤال أو تفاعل سي الحبيب تفضل. لا فقط أسأل على مستوى تقني، هل أنه أوبيرات يعني رحلة وطن أيوة نجم تمشي فنيا لكل المواقع ولا تمشي للوطن وتمشي للمدنين وتمشي يعني حتى تتحقق الرحلة بالحق مش كان في العنوان؟ الاتفاق مع السيد وزير الثقافة لأنه عرض هذا يتغنى بتونس شبر شبر، ما مغفلنا حتى على شيء، لا على منطقة سياحية لا على شخصية تاريخية. أنا نحب نقول الاتحاد العام التونسي للشغل إجاو اتفرجوا على رحلة وطن، لأن لوحة فرحات حشاد اللي احنا قدمناها كأحسن ما يكون حتى واحد باش ينجم يعملها، وهذا دون غرور كما عملناها، فهمتني؟ فرحات حشاد الدغداجي أبو القاسم الشابي الزعيم الحبيب بورقيبة، لم نغفل على أحد، يعني في كل مدينة ناخذ يا موقع سياحي متميز يا شخصية تاريخية متميزة. هذا فلسفة العرض. نزيد نعطف على سؤال حبيب، لأنه بالفعل عروض كبرى أحيانا عرض يتيم واحد وينتهي كل شيء، هذاك اللي أنا نسعى عرضها في الجهات. واللي ألمني ألمني أن العرض ما قبل الأول عملناه في أفريل مسرح البلدي، في المسرح البلدي، نعم. والآن بدعم من السيد يوسف لسخم صراحة والسيد الوزير والكل، معنا عملنا العرض هذا ليلة احتفال بعيد الثورة، معناها هي احتفالية، وتمنيت عليهم باش تكون حتى الأسعار فرائحية في متناول المواطن، معناها 5 دينارات وعشر دينارات لا شيء، معناها وقت اللي عملنا العرض ما قبل الأول الناس تبكي في الصالة وما حبش تغادر الصالة، عندك مواقف تبكيك حقيقة، عندك مواقف تضحكك حقيقة، مواقف تخليك تعتز. أنا تمنيت أن عملت مونتاج صغير، ثم تقرير تعدى في تلفزة خاصة نحييهم، وعدوا الناس اش قالت، مرا قالت ما حبيتش نخرج، أنا ما نحبش نخرج، مضبية في عوض 24 ولاية راهو سحبي معنوش والفريق اللي معاه عملوا أكثر. قلت ثم مواقف تبكيك للمشاهد اللي ركزتها، ثم مشاهد الإرهاب مكافحة الإرهاب، نعم، جرح تونس اليوم تناولنا كل شيء، تناولنا كل شيء، تناولنا كل شيء. إيه تقنيا بعد ما عملت المراجعة تقنيا جاهزة أنها تعرض مثلا حتى في البنية التحتية اللي عندنا مثلا، مش تلقى جاهزة باش تعرض في قصر ولاد دباب في تطاوين، أيوة جاهزة باش تعرض حتى فوق السطح، ممتاز تقنيا، لأن حبينا نقربوها من المواطن، فهمتني؟ باش يسمعها، هذه دعوة لحب تونس. من قلت لك تونس راهي، انا يسموني عاشق الوطن، اسمع فيا على فكره، انا ولو الوطن تونس ولا تطاوين، تونس تونس هذاك الوطن، هذاك الوطن انا عاشق على سبيل الدعابة الوطن طبعا. انا على فكره انا المفروض راني في الكتاب نتاع سميوه هو نتاع المعجزات، يعني جينيس. انا الشاعر ممكن العالمي الوحيد اللي عامل 412 اغنيه وطنيه لبلاده، 412 فيهم الشعر جدير بين تدخل كتاب جينيس فعلا. انا اتحدى
معناها اي واحد عنده لا لا لا. اما وينك في الفتره الاخيره؟ انت فتحت باب سؤال اخر، الاعمال الغنائيه والعصر الذهبي للغناء في تونس ساهمت فيه سي الحبيب ونخبه اخرى من الشعراء والملحنين ايضا. الظرفيه تبدلت والمرحله تبدلت، ذوق الناس تبدل ايضا، ما عادش نسمعوا لك برشا اعمال. مبدئيا انا مواصل وحاليا معنا نحب نحيي يسرى بنتي يسرى محنوش. اغاني يسرى التونسيه من الجديده الكل نتاع الحبيب محنوش، فهمتني؟ خديجة وحيط حيط يا قلبي وأغانيها والغناية الوطنية المتميزة اللي تو ماخذ انتشار كبير، معناها أغاني. وقاعد ديما نجتهد، عندي أغاني مع عدنان جديدة قريب تخرج، أغنية مع صابر، يعني أنا لم أتوقف على الإبداع ناشد. لكن فقط رحلة وطن خذت مني برشا وقت. أنا قلت لك نرقد ساعتين تو في النهار، صدقني ساعتين نرقد ساعتين ثلاث سوايع ونقوم، لاني انا لاهي بالدنيا الكل. نحب نحيي طارق بن حميده بصراحه، الكوريغراف المخرج العرض وقف معايا وقفه حلوه برشا، ونحيي كامل الفريق. ثم رقص، ثم غناء، كوريغرافي، مشاهد تمثيليه، 36 لوحه، 36 رقصه في ناس، وثم 16 موقف تمثيلي مع ما يتخللهم، معناها اوبيريت، اوبيريت باتم معنى الكلمه، فهمت؟ الحان تو تسمعوها هي الشعر واللحن والسيناريو لحبيب محنوش، كوريغرافيا واخراج طارق بن حميده. نذكروا بالموعد قبل ان نختم، نهار 13. نحب نزيد معاك، ما نقول لهم نزيدوا الوقت الاخبار لانه قرب، ماذا بينا نعرف نحترموا الاخبار. الموعد هو باش يكون يوم 13 جانفي على الساعه 7:30 ينطلق العرض بمدينه الثقافه، مسرح الاوبرا، اهم مسرح تو حاليا في العالم العربي والحمد لله. ادعو التوانسه باش يجيوا للعرض، لان بالحق انا نتمنى عليهم بصدق نعم انهم يحضروا العرض، لاني حاسس وكانه اخر عرض في حياتي. لا ربي يطول في عمرك، مازال في العمر متسع وفي الابداع ايضا سي الحبيب محنوش الشاعر والملحن والفنان التونسي المبدع. لك جزيل الشكر انك جيت بحضنا. نعرض كاريكاتير اليوم بسرعه قبل ان نختم، ايام غضب الاساتذه، توا وين باش توصل معركه بين الحكومه والاساتذه، يرد التلميذ وين باش توصل، خلي توصل، المهم ما توصلش لدارنا. على سبيل الدعابه هذا الكاريكاتير نريده لختام هذه الحلقة لليوم. نشكر لكم انتباهكم ومشاهدتكم ومتابعتكم لنا مشاهدينا الكرام. من أراد المزيد عن أحداث الشأن العام التي لا تقف ولا تتوقف عليه بنشرة الأخبار عند الساعة 8 بعد أقل من 5 دقائق من الآن. شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.